عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا جينا هنا كنلعبوا كرة، تلاقينا الباب باللعب بلا إخبار بلا والو، باغي نلعبوا كرة نتريني وشوية نتحركوا والو. هو قاعد داروا سيرو جديد باش يبان لهم لعب الشرف. البارح رفنا نلعبوا كل سيمانة كنتريني كل سيمانة كنتريني واحد. اليوم داروا السقطة وبغات تحلينا الباب وما عرفتش شكون اللي دارها. هاد الكارثة هذه اللي ما عرفتش شكون اللي قام بها. حنا كما كتعرفوا فريق ممارس بالمدينة، فريق يعني كيهتم بجميع الفئات العمرية. جينا هذا النهار اننا باش الدراري ديالنا يلعبوا هاودين، على اساس انهم لابسين الكسوة ديالهم جاوا يلعبوا. تلاقاو الملعب مبلع، هذا الملعب وحيد. الا ما كانش هذا الملعب غادي يتحل، شكون اللي غادي يحل لنا الملعب؟ حنا كناشدوا السلطات المعنية بالامر انها توقف على هذا الامر وما تخليش يعني الاشباح ودوك الاشباح يقوموا بهذه الاعمال. هذه الاعمال لا يعني كنسميها انا اعمال صبيانيه، وكنتمنى كذلك من مواقع اخرى تحضر في هذه الكارثه هذه لانها كارثه فعليه. وكنشكروا مجددا الطاقم ديال زيو سيتي لانه حضر باش يغطي هذه الحادثه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في البدء استغرب جدا لهذه الكارثه. نسميها انا كارثه تنسميها. اولا بدون اشعار او اخبار، احنا كفريق ممارس من داخل الملعب تنتفاجئ في اخر الاسبوع. احنا المتنفس الوحيد اللي عندنا هو اخر الاسبوع، تنجيو تنتصادفوا الباب مبلع. شكون هذا المسؤول اللي بلع هذا الباب؟ انا اناشد هذا المسؤول اللي بلع هذا الباب، نطالبه باش يحضر انا معي ويشرح لي هذه البراءة، يشرح لها الظرفية اللي خلاته يقوم بهذا الإجرام هذا في حقه بدون سابق إنذار. بدون أستغرب، والله صراحة أستغرب. السبت، يوم السبت عطلة نهاية الأسبوع، تنتفاجئ مسدود الباب، غريب. أين احنا رانا غاديين في واحد السياسة ديال تشجيع الرياضات، ماشي تهميش وإغلاق الرياضة. احنا تنطالبوا بفتح ملاعب القرب نفتحوها، ولكن نتفاجئوا احنا الملعب الوحيد اللي عندنا في زايو باش نخرجوا هاد الوليدات يعبروا على المستوى ديالهم المهارات، اللي عنده شي حاجه يخرجها، تنجيو تنتفاجئوا تنتلاقاو مسدود. ولو مسؤول واحد جا قال لك هذا النهار غادي هالاجراء اللي غادي تاخذنا انا بلعنا، ولو واحد. ونتمنى الميساج ديالي يوصل للجهات المسؤوله وجيت تفتح معنا حوار. وكاين عده مشاكل في هذا الملعب، عده مشاكل وما نقدروش نذكروا لها دابا، نكتفيوا بهذا القدر وان شاء الله الرساله ديالنا توصل.